هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة كورونا بمنظور آخر، حملات تطوعية ومبادرات مجتمعية. من مرض محلي في مقاطعة ووهان الصينية إلى وباء عالمي جاوزت حالته اليوم 1,122,000 وقاربت وفياته 60,000 في 4 أشهر فقط، تحول فيروس كورونا المستجد. منذ تحوله لوباء عالمي ثار الهلع لدى الشعوب والحكومات في العالم، حتى صار معه العالم أجمع أو يكاد في حالة حجر صحي. توقفت أنشطة اقتصادية وسرحت عمالة وتوقفت أعمال، وتهافت الناس على السلع حتى كادت تشح، وأعجز الانتشار السريع للحالات بعض دول العالم، فاشتد الاحتياج إلى الكمامات وأقنعة الوجه وأجهزة التعقيم وبعض الأجهزة الطبية كأجهزة التنفس الصناعي وغيرها. وإذا كان الوباء أظهر ما في بعض الناس من أثر وتكالب على السلع، إلا أنه كذلك أخرج في الناس روح التضامن والتظافر والرحمة والتكاتف الاجتماعي والابتكارات أيضاً. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة الليلة من هذا المساء. كورونا بمنظور آخر، بمنظور الابتكارات والمبادرات التطوعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وكل المجتمعات الليبية أيضا. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا ونتحدث مع ضيوفنا في هذا الخصوص، تابعوا هذا التقرير ونعود. في الأزمات تتكاتف الناس وفي المحن تظهر المعادن، وكما في أغلب مدن العالم في ليبيا أيضاً الليبيون تبادروا للتخفيف من وطأة كورونا في ظل حظر الحركة وتعطل الكثير من الأعمال بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من الفيروس القاتل. العديد من الشباب أطلقوا على المستوى الفردي أو المدن أو الجمعيات في ليبيا الكثير من المبادرات لمساندة بعضهم البعض في ظل هذه الأزمة العالمية، ودشن العدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على غرار غيرهم من الدول هاشتاغ باللهجة الليبية شد حوشك أو خليك في الحوش أو احمي بلادك في WTV لتشجيع بعضهم البعض على البقاء في المنزل وحماية بلدهم. خليك في حوشك واحمي أهلك واحمي نفسك واحمي بلادك واحمي بلادك واحمي بلادك احمي بلادك احمي بلادك احمي بلادك. إلى جانب تصوير مقاطع فيديو تحث على الالتزام بتطبيق الحجر الصحي في البيت. خليك فراشك يا أخي مش وقتها يا شا. كما ظهرت عديد اللجان المعنية بمساندة الناس في الظروف الاستثنائية لكورونا، هدفها المساعدة في حل المشكلات التي قد تواجه المواطنين بسبب إجراءات حظر التجوال وتوفير النواقص وكذلك الإرشادات الخاصة بالوقاية في حال الاضطرار للخروج من البيت أو الحاجة إلى القيام بأعمال ضرورية ومستعجلة من البيت في صيانة أو غيرها. في بنغازي أعلنت مجموعة من الشباب عن مبادرة لتصنيع الأقنعة الواقية التي يحتاجها الكادر الطبي لتوزيعها على المستشفيات في ظل نقص هذه المعدات على المستوى العالمي بشكل عام. طرابلس من جانبها أطلقت خدمة خليك في حوشك تقوم من خلالها بإيصال جميع الطلبات للمواطنين المقيمين داخل حدودها الإدارية مجاناً من خبز وماء ومواد غذائية وغيرها. ولم ينسى الليبيون في محنتهم المغتربين والعمالة الوافدة، خاصة العاملين بالأجر اليومي والذي تعطلت أعمالهم وتوقف دخلهم، حيث أطلقت عدة حملات ومنظمات ورجال أعمال وأفراد تكاتفوا لأجل الوطن في كل ربوع البلاد لمساندتهم وتزويد الليبيين بالاحتياجات الأساسية وكل ما يلزم لبقائهم بمنأى عن خطر العدوى. نبدأ مشاهدينا باستقبال ضيفنا سيد إسماعيل الشتاوي رجل الأعمال. أهلا بك سيد إسماعيل في هذا المساء. مساء الخير أخت
رغدة ليك ولكل المشاهدين الكرام. مساء النور، نشكرك على تلبية هذه الدعوة بداية وحتى تسليط الضوء أكثر على ما يقوم به الناس في ظل أزمة مثل هذه. وسط رجال الأعمال أيضا كان ليه دور في هذه الأزمة في مساعدة بعض الناس. أول شيء خلينا نسمع منك الحملة التطوعية اللي تقوم بها من ضمن عدد من رجال الأعمال الآخرين. بعد التحية لي كل الإخوة المشاهدين، طبعا هي مبادرة دولية على مستوى دول كل العالم. يعني لاحظنا حتى بعض الإخوة يقول لا والله أعمل بالكتمان، أعمل ما يعمل الإنسان بالكتمان يعلم الله رب العالمين. ولكن هذه مبادرة دولية على مستوى العالم نتيجة لظرف معين، جاء وباء أو فيروس فجأة اجتاح العالم، في اللي ما عندهاش حتى مؤنة في بيته أو حالته جيدة خلاص جاء حجر أبقى في بيتك أبقى في بيتك، وفي اللي مسافر أسبوع علاج عامل حسابات على أسبوع علاج، أو طالب ماشي في دورة شهرين وتوافق رجوع مع هذا الظرف السيء. إذن هي مبادرة دولية. لو تلاحظي رياضيين في أندية كبرى تنازلوا عن نسب كبيرة من مرتباتهم، فنانين وإعلاميين تولوا تموين ودعم أسر فقيرة، نواب ورؤساء، طبعا أنا نقصد نواب ورؤساء دول أخرى وليس في العالم بشكل عام، نعم نازلوا على نسب مهمة من مرتباتهم، ونتمنى من نوابنا ورؤساء والرؤساء والوزراء اللي في ليبيا يقوموا بمبادرة يتنازلوا حتى على ربع مرتباتهم. إذن هي اتفقنا أنها مبادرة على مستوى العالم وليست غير ذلك، ما فيهاش لا تبجح ولا رياء ولا حاجة. يعني إحنا نقولوا حمل جمع ريش، والدولة واحدها غير قادرة أنها تقوم بكل شيء، هي رغم يعني غياب الدولة حاليا، يعني ربما هي الدولة فعلا هي غياب الآن. مبادرة أنا عملتها اسمها مبادرة الخير والتحدي، مبادرة يعني الخير والتحدي. نعم، اخترت 16 أو 18 مدينة من كامل ربوع ليبيا، شرق غرب جنوب. احنا انت تتكلمي فيها الآن والشاحنات وصلت لبراك الشاطي للجنوب، أزوارة غربا جنوبا قلت لك براك الشاطي وأباري وغات، شرقا إلى طبرق ومساعد. فإذا ما هيش مختصرة على منطقة، أنا أصلي من المنطقة الغربية، لا ندعم المنطقة الغربية، بالعكس حتى ناسنا اللي في مصر جمهورية مصر كامل تراب مصر، رغم الحملة الشعواء اللي قادها المدعو مصطفى الزايدي هو وأقلام القدرة، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني طيب، يعني الإنسان دار مبادرة طيبة تنضل حاجات بعض الشوارع. لا خلينا من الأصوات هذه، بالعكس احنا نبغى نركزوا على الجانب الإيجابي في هذا الأمر. يعني اليوم زي ما قلت في عدة مواطنين ليبيين عالقين في الخارج، حتى ما عندهم شوين يقعدوا، اللي ذاهب سياحة اللي ذاهب دراسة وغيره، اليوم في حضرة جوال في العالم أجمع. صحيح. تقريبا هذو من الناس عايشين معاناة حاليا، بالعكس لما يسمعوا حاجة زي هذه يقدروا يطمنوا ويعرفوا لمن يمشوا. أنا أقصد أن حتى فيه نشاز ما يأثرش بنا، بالعكس حتى إذا في ناس يعني أساءت الفهم وأساءت المهدرية، إحنا كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بالعمل فقط، ما عندناش أي رد آخر. هذا العمل اللي نبي نحكي عليه معك سيد إسماعيل، وزي ما قاعدين نشوفه توا حتى في الفيديوهات اللي عرضناهم قبل شوية، هذه بعض المقتطفات من الحملات اللي قمت بها. قلت لي حكينا بأنه أنت مثلا الآن لاهي أو مهتم بجانب 16 مدينة ليبية تقريبا، منها المدن اللي سميتها. تقريبا كم عدد الناس اللي منضمة للحملة هذه وقاعدة تقوم بها وتساعد بالنسبة فيها؟ لي يعني أنت ذكرت أن معي رجال أعمال آخرين في هذه الحملة، هذا غير صحيح. أنا معي إنسان بصراحة تكفل بالنقل، الأستاذ أشرف الحاسي من شحات نحييه. مجرد ما علم أننا من مخازننا من شحات تنطلق البضائع، فالرجل حلف وقال لي يا إسماعيل أرجوك كل النقل على حسابي يا أشرف كذا، فهو نال جزء من الأجر بارك الله فيه. لكن مش معي رجال أعمال آخرين، أنا أنتظر في مبادرات أخرى من رجال أعمال. ما حدش انضم لهذه المبادرة إلى حد الآن يعني على المنظور؟ لا أنا ننتظر. يعني مثلا نحن قدمنا 10,000 عائلة في كل مدن ليبيا، كل عائلة عندها باقة مثلا تكفها لشهر أو شهرين بيد الله، مهما كانت العائلة متوسط العدد يعني 8 شهر أشخاص، السلعة اللي نعطوها لها ممكن تكفها شهرين، يعني بعد شهرين نشوفه. بس احنا ننتظره كل يوم نقوله يجي رجل اعمال اخر ياخذ 10 مدن او 12 مدينه او غيرها، لكن الى حد الان انا مش عارف ممكن. طيب شنو مغطيه هذه الحمله من المدن الليبيه اليوم؟ هذه مغطي نذكر لك المدن يعني تقصدي؟ ايه
يعني مثلا أيوة. عندك العاصمة طرابلس، عندنا الجنوب على سبيل المثال بنغازي أوكي. وهذه مثلا جينا نبدو من الشرق طبرق مثلا أخذنا 500 عائلة محتاج. طبعا طبرق عائلتها أكثر ولكن في اللي حالة رقيق وفي اللي حالة متوسط، احنا أخذنا العائلات العفيفة يعني اللي في أمس الحاجة، أخذنا 500 في طبرق، 500 في البيضة، 500 في المرج، 1000 في بنغازي، 500 في جدابية، 500 في رأس لنوف وبن جواد، 500 في زوارة، 500 في الزاوية، 1000 في طرابلس، 1000 في بنغازي. المدن الكبرى يعني أكثر عدد عائلات. طبعاً. طيب. طبعاً. وكلها تتم عن طريق صناديق الزكاة. إيه هذا اللي بنسألك فيه، كيف يتم إحصاء هذه العائلات ومعرفة من المحتاج أكثر؟ كل مدينة فيها صناديق زكاة تعرف الناس، أهل مكة أدرى بشعابها، كل مدينة تعرف الناس اللي في أمس الحاجة، هم اللي أوكلت لهم. يعني إحنا ما نتولوش عملية توزيع، إحنا ننقلوا له البضاعة على المقر بتاع صندوق الزكاة، وصندوق الزكاة هو اللي يتولى به. والحقيقة كلهم كانوا في المستوى بارك الله فيهم. يعني والشيء الغريب اللي ممكن نقوله لك يا أختي غريب، يعني أن المخازن في شحات تطلع الشاحنات توصل لزوارة، لا يتعرض لها الطرف اللي نقول الكرامة ولا في الغرب الوفاق. يعني لم تواجهوا أي تدخل سياسي أو عسكري في هذه العملية الإنسانية؟ أبداً. يعني بارك الله فيهم الطرفين جزاهم الله كل خير. الحلول لو يشوفوا سهلة، شوف أسطول يطلع من شحات يمشي لأقصى الغرب وأقصى الجنوب، أي بوابة استيقاف توقفها سواء للطرف هذا أو ذاك، يقول له تبع، يقول له هذه مواد ماشية لمدينة كذا، مواد في الحملة. بالعكس في اللي عزموه على شاي وفي اللي عزموه على غداء وفي، وهذا شيء يفرح الحمد لله، دون وسيط ولا دون حاجة. طلبنا من وزارة الداخلية في الشرق ووزارة الداخلية في الغرب أن تمنحنا تصريح للشاحنات خلال ساعتين، جونا من الطرفين. يعني سهلة الحلول لو يجلسوا، سهلة حتى يعني بوادر الخير تزرع الحل. طيب سيد إسماعيل، ممكن هذه المبادرات تثبت لنا أن الإنسان أولا قبل كل هذه الأمور الأخرى والجانبية. طيب سيد إسماعيل، أمر آخر اليوم بالنسبة لي، البعض يتساءل عن مسألة الإيجارات، زي ما شفنا وذكرت أنه حول العالم المبادرات قاعدة تتم. يعني في أمريكا على سبيل المثال تم إعفاء الكثير من العائلات أو من الناس المؤجرين من الإيجار، في دول أخرى أيضا نفس الشيء، في دول أخرى مسألة القروض. طيب هل أنتوا ركزتوا على جوانب الإيجار خاصة لأنه هذا جزء متعب بالنسبة للناس؟ الإيجار وين تقصدي، في الداخل ولا سواء في الداخل أو في الخارج؟ عندنا مثلا النازحين في ليبيا عندهم مشكلة الإيجار، في الخارج عندك المهاجرين أيضا. أنا توم بيش توغر يقولوا إسماعيل مثلا تكلم على نفسه ولا حاجة. أنا مثلا الناس في طرابلس كلها تعرف أني نمتلك فندق في شارع جمال عبد الناصر، فندق سارة لي 4 أشهر قبل العشاء دي مسلمة للنازحين ساكنين فيه 34 عائلة. الدولة أيضا مفروض ترفع من مستوى إيقاعها، من مستوى عملها. أعتقد هكذا، يعني فيه نقص حتى الدولة مفروض، يعني فيه أشياء بسيطة سهل العمل فيها، تعمل خلية صادقة تذوب كل المشاكل. يعني أنت تجي للجنوب، إحنا ما عندناش ولا طبيب استشاري في الجنوب. أنت أمس بعت 16 طبيب لإيطاليا، مع احترامي لإيطاليا اللي مش القصد طعن، هي بادرة جيدة وبادرة إنسانية ونحياها، لكن الأقربون أولى بالمعروف. تعال لغات ما فيهاش ولا دكتور، لسبها ما فيهاش استشاري، لغات تبعت 16 دكتور يعني، أو تبعت مساعدات لإيطاليا أو لتونس أو لأي دولة، مع كامل احترامي للمسة الإنسانية الراقية. أنا الأول أو عندي مصنع في مصر يموش المستشفيات متاع مصر، لكن وضعي جيد في مصر، لكن أنت وضعك تعبان كدولة كحكومة كوفاق ولا مؤقتة، وضعك المادي تعبان كحكومة، ألهب ناسك قبل ما تتبرع. نعم. نبي نحكي معك أيضا على مسألة النازحين والمهاجرين، خليني في جانب المهاجرين. بالنسبة للليبيين اللي موجودين في مصر، خل ركز على مصر لأنه يبدو أنه عملك ممكن هناك مهم، وفي نسبة كبيرة من الليبيين. لا لا بالعكس، حتى تونس أنا كان عندي فيها عمل. طيب معناها مصر وتونس تركيز هناك تونس أكثر. تونس سابقا. شوف يعني أختي رغد، مش الكلام لنفسي أو بنتقدم في انتخابات أو ندير في دعاية أو غيرها، لا، اللي يدير في دعاية أو بيتقدم لشيء كان، شوف جاء انتخابات المؤتمر الوطني صحه، وجاء انتخابات الدستور صحه،
وفي انتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب، هذه كلها انتخابات حدثت في ليبيا صح ولا خطأ كلامي؟ ايه اكيد. عمري ولا يوم تقدمت في انتخابات، اللي نجحوا تشوفوا فيهم نواب ومؤتمر وطني ب 800 صوت. هذا نجيك لشارع من جمهور أهلي طرابلس بحكم أني كنت رئيس للنادي الأهلي طرابلس ننجح. إذن الغرض ما هوش سياسي، ما هوش انتخاب أو شيء. يعني أنا لما قلت لك هل هذا رد على يعني على على هجمة ممكن من الناس اليوم اللي شايفة أنك تقدم في هذه الواجبات لمواطنين بلادك؟ لا هم ما فيش كبرنامج انتخابي أي ربما. أي إنسان يمتلك أخلاق الرجال يذكر هذا العمل بكل خير، بكل كلمة طيبة، مش طالبين منا شيء إلا الكلمة الطيبة. زي ما حكيت لك، أنا قلت لك مر الشاحنات على بوابات الكرامة وعلى بوابات ولا يتم استيقافهم، يمسكوا في السواقين ياخذوا شاي ويغدوا فيهم ويتعشوا فيهم ويتعشوا معهم. يعني هذا أنا يفرحني، هذا تشجيع. بعكس يقول السيارة مسكوها صدرها شيء يحز في النفس. لكن أنا يجيني واحد زي مصطفى الزايد يعني شماسك القيادة الشعبية الليبية، هذا اللي مصطفى الزايد اللي كان طبعا حق الرد مكفول اكيد للجميع. يعني خلي رد انا ما يمثلني شيء، هذا عامل شركات في المانيا. انا لا خلينا من الحديث عن الاشخاص يا رغده، خلينا نكمل كلامي. انا مش اشخاص، انا كلمت لك بصفه قياديه ماسك القياده الشعبيه الليبيه، مش عارف العظمى ولا شنو في مصر. اول ما عملنا المبادره وجهنا نداءنا للمهجرين، قلنا اخضر فبراير الكرامة وفاق، ما نبحثش على الانتباه، تعال انت محتاج، تعال معزز مكرم. حتى الطلبة اللي ما عندهمش أم وأبوه مش معاه، هو طالب في كلية غادي أو جريح ما عندهش أم وأبوه، يجي يعطينا عنوانه والمطعم متاعنا يشيل له وجبة لعند بيته. يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا هو سيد إسماعيل أكيد هذه نعم هذه الجوانب أكيد مفروض تكون ملهاش، أو هذا الصحيح والواقع، أنا يعني ما تكونش لها علاقة بالسياسة ابدا مهما كان انتماء الشخص السياسي. لا ما نعدلش عليه، ما هذا نكير عرفتي. ايوه انا نحترم ناس ماتت مع معمر في القتال، نحطها في راسي ونقول الله يرحمهم دنيا واخره، لان هذم رجال ماتوا معه. مهما كان خصمك مهما يكون احترمه لانه رجل. لكن واحد هرب 12 سبيك الذهب زي زايد، ما نعدلش عليه ولا حاجه. طيب سيد اسماعيل لساني طويل كان تكمل وكويس الموضوع انساني يعني، بس انساني. انت تو تكلمت تونس ومصر، قلت لك تونس قبل سنوات انا شخصيا كنت امتلك 30% من مصحه سكره، اكبر مصحه اكبر في شمال افريقيا لمدة 7 سنوات. أقسم بالله العظيم وماني مجبر أني نحلف لك أو للمشاهدين، 7 سنوات ولا يوم واحد أخذت منها أرباح، كل مدايرها لوجه الله وقف للوالد والوالد الله يرحمهم. الله يرحمهم. يعني طيب سيد إسماعيل يعني يذكر بكلمة طيبة. تو أنت تجيل الليبيين أسأل أي ليبي، ما نجوش نقوله هذا أخضر، هذا فبرايري، هذا كرامة، هذا لا، كل واحد لهذا أنت معنا أكيد اليوم سيد إسماعيل. ولأنه الفرصة هذه جت أن نحكي في هذه الأمور، هل في تعامل بينك وبين السفارة على سبيل المثال في مصر مثلا للحديث عن المهجرين، لمساعدة المهجرين هادم؟ زي ما قلت في ناس أنهم أجرين بروحهم، في اللي معهم عائلاتهم، كيف تحصر هذه الأرقام؟ على أول السفارة والله ما نعرفها حتى ونجيب صراحة مع كامل احترامي لها، ما فيش شبكة تواصل. يعني مرة عندي جواز أنا في مصر طايح بنجدده، توسط لي صديق جدد لي جوازي بارك الله فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حصر الأشياء هذه في ليبيين مقيمين من سنة 2011 وناس مشهود لها من كل الناس أنها ناس أمينة وصادقة وطيبة، هي اللي أوكلنا لها عملية التوزيع. احنا عملية التوزيع ما دخلناش فيها. يعني لما جينا محافظة القاهرة مثلا أخذنا 1000 عائلة، جينا لناس مهجرة من 2011 وناس مشهود لها بالطيبة وبالأمانة، وقلنا لهم هذه أمانة عندكم أنتم وزعها. محافظة الغربية أو محافظة الإسكندرية أو الشرقية أو مش عارف المحافظات اللي ذكرناها في الإعلانات كلها، اخترنا ناس من أهل من الليبيين المقيمين هناك. يعني يعني دون تدخل، فإحنا ما ندخلوش. وجينا لنقطة واجهتنا أن في طلبة وجرحى أبوه وأمه مش معاه وحدهم، كانوا معتمدين على المطاعم والفنادق، يعني كانوا معتمدين في أكلهم وشربهم على هذا. إحنا عندنا مصنع الحمد لله في مصر، عملنا لهم إعلان يتركزوا هم في القاهرة ولا الإسكندرية. أخذنا 200 شاب من القاهرة اللي يعني ظروفهم كذا، و200 شاب من الإسكندرية. هذا بإذن الله من أول يوم رمضان تعتبر شركة كيمبو هي اللي توجه لهم كل شيء. يعني
ممتاز. توجه لهم الإفطار طيب. والسحور والكلام هذا. سيد إسماعيل خليك معنا، هنكمل الحديث أكثر عن هذه المبادرات بس بعد الفاصل. هيكون معنا السيد أحمد الكاتب أيضا مدير مجلس الإدارة في المنظمة الدولية للشباب، وهنكمل حديثنا مع باقي ضيوفنا. خليكم معنا. دور الشباب هو بيكون دور توعوي وعلى أرض الواقع في نفس الوقت، فهمت؟ بيكون دور إيجابي إن إحنا تكون عندنا طاقة إيجابية نساعد بها الناس الأكبر منا واللي يصغر منا، وفي الواقع إن نحاول إحنا الشباب مجهوداتنا الشخصية وأي بأي شكل من الأشكال إن نقيموا بلادنا. إحنا كشباب لنا 10 سنين نواجهوا في أزمات متتالية، والحمد لله يكون دور الشباب فعال في الشارع العام مفيد للوطن، يكون يخوض تجارب حقيقية، يقود شراكة في الحوش. يجب أن يكون دورهم فعال بصورة كبيرة، لأن حاليا نحن نفتقد طاقات كبيرة من الكوادر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى الحروب اللي حاليا نواجه فيها. شبه مفروض الشباب يكون يد واحدة يخدموا الأهداف معينة مع بعض، إن هم تكون توجههم لصالح كله، يخدموا انه ضد هذا الفيروس، ولازم يكونوا متفاهمين على حسب الاهداف. المفروض ان احنا نكونوا يعني يد واحده ونكونوا متعاونين وما تفرقناش الحروب، نحاول قصدي قدر الامكان ان الواحد الشاب يطور من نفسه ويعطي كل قوته بانه هو يقدم حتى لو الدوله ما ساعدتاش. احنا دورنا كشباب لازم ننهضوا بالوطن باي طريقه من الطرق في اي مجال تفهم فيه انت، مش لازم تقول أنا اللي بنبني ليبيا، لا مش أنا اللي بنشد ملعقة أو بنشد ملعقة، لا لا مش هيك. أنت شنو هو المجال اللي تفهم فيه تقدم فيه ما يمكن وأكثر من اللي ما يمكن، حيكون دورك فعال في المكان اللي أنت تشبح روحك فيه. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. هذه بعض المقتطفات اللي قام بها فريقنا في مكتبنا في طرابلس من المنظمة الدولية للاهتمام بالشباب، اللي هنستقبل رئيس مجلس إدارتها أو مدير مجلس الإدارة فيها، ووزير أيضا شباب أفريقيا سيد أحمد الكاتب معنا عبر سكايب. أهلا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ رغدة، كيف حالكم؟ شب حالكم؟ ونشكر قناة دبليو تي في على الاستضافة الطيبة. نعم شكرا لك أكيد على قبول هذه الاستضافة. بداية خلنا نبدو مع عمل المنظمة الدولية الآن خلال هذه الأزمة تحديدا. عمل هذه منظمة في الفترة الزمنية اللي احنا نشوفها أصعب فترة، لأن الفترة هي فترة مرحلة وقت ضيق علينا. كل كيف بنفهمها لك كل أسبوع يتغير علينا برنامج الشكل. نبدأنا من بداية الأزمة هي، والحمد لله بدأنا بحملة خليك في حوشك. قلنا احنا كيف نساعده، أول حملة أول شبه من أول وحدين احنا طلعنا كلمة المصطلح الهاشتاج خليك في حوشك. إن احنا قلنا ألزم بيتك كلمة متاع ناس كبيرة، وممكن نزلنا وممكن توضح معنى تاني برضو يعني كيف ترى؟ لا فيها بس اسقاط على امر اخر. فحمله خليك في حوشك هي اول حمله بديتوا بيها تقريبا وطلعتوا الهاشتاج هذا. حمله خلينا في حوشك تلقاها في صفحتي وفي صفحه المنظمه وبالتاريخ، ان احنا قلنا حمله خليك في حوشك نحينا مصطلح ان احنا نكونوا الزم بيتك، وقلنا حاولنا ان تكون شبابي وخليك في حوشك. ممكن كانت الافكار نفس أفكار الشباب في ليبيا كلها، إن هي كلها بدت تخليك في حوشك، لكن إحنا بدنا الحمد لله من أول يوم اللي قالوا فيه حظر تجوال وكانت حظر تجول نعم، وكانت إن إحنا كنا بنطلع حملة كبيرة من الشباب، وكانوا معنا أطباء كانوا معنا توعويين، إن إحنا بنطلع مشي قعد الزمان الوقت إن إحنا يختلف كل 3 أيام تتغير حاجة، كل 3 مثلا يومين يتغير وقت الحضر يتغيروا الناس. مش احنا قلنا مجموعة الشباب اللي كانوا بيطلعوا حوالي قريب 150 دكتور باهي وقريب 100 شاب توعوي كنا بنطلع في طرابلس، وقلنا احنا الحملة هذه بتكون حملة قوية هلبة توعي الناس ان احنا يعرف خطر فيروس كورونا كيف، لازم انه هو الخطر متاعه كبير. حاولنا نقلصوا من عدد الشباب ونستفيدوا بهم في مكان تاني، قلنا لو طلعنا احنا بالكمية هي ان احنا
نضره حتى في الدولة، ان احنا نطلع بمجموعة من الناس ونضره في روحنا احنا. فلذلك قلنا احنا نطلع في حملات متقسمة لبعض. قسمتوا على هذه الحملات زي ما قلت لي، البرامج تتغير كل شوية، لأن هي تتغير اللي يصير في البلاد كيف يتغير كل شوية، تتغير معها ربما أهداف الحملة وطريقتها. توا بديتوا ببرامج، نعم بالبداية كانت توعوية، الآن زي ما نشوفوا قاعدين في الصورة اللي أمامنا الآن على الشاشة، اللي هي عدد كبير من الشباب لابسين القناعات هذه، يوزعوا في صناديق أيضا توزعوا فيها على الناس في الشوارع. فممكن تحكي لنا عن الحملات هذه؟ هذه الحملة بدناها قريب. احنا بداية درنا حملة توعوية، بحيث ان احنا نوعي الناس ان خطر فيروس كورونا هذا، لان خطر كبير مش خطر بسيط وسهل. هذه حملة خليك في حوشك، ودرنا اكثر من فيديو، حاولنا ان احنا نوصلوا الفيديوهات هذه لاكثر الناس، ودرنا بعد فيديوهات كانت ان هي الانسان يقدر يستقبلها، انه يقدر تخش خاطره ويقعد في الحوش بجديات. بعدها درنا فيديو ثاني، فيديو شبه مخ يوري للناس ان الفيروس وعر شويه، زي المخيف شويه، ان الفيديو هذا يخلي الناس تخاف بجديات. درناه ونزلناه في الصفحه، ممكن خذا ما نعرفش قريب 100 مشاهده، 100,000 مشاهده في اكثر من صفحاته. وبعدها بعد ما كملنا احنا درنا خطه زمنيه للمرحله، يعني ما جيناش لنا اللي لخبطنا كلها كبداية، وما بديناش منبوش نبدو عشوائي زي باقي. نشكر احنا مجهودات الناس كلهم والمنظمات كلهم اللي داروا في طرابلس وبرا طرابلس وليبيا كلها، نشكر دان مجهودات قوية ومجهودات جبارة ومجهودات الله يبارك الحق، لكن احنا نبو المجهودات هي تكون منظمة. حطيتوا خطة استراتيجية يعني من الأول، ما بديتوش بشكل عشوائي. نعم، حطينا بداية خطة استراتيجية ونقلب علينا الوقت، نقلب علينا الوقت، بحيث نحن كنا بنطلع حملة جاء حظر التجول، وتينا لحملة تانية وقسمنا الحملة يا على أربعة مجموعات. طيب قبل ما نحكي على الحملة، لأنه ما زال معنا سيد إسماعيل شتاوي أيضا عبر الهاتف، نبي نسألك، هل في تعامل بينكم وبين مؤسسات تانية لدعم لحتى تتكاتف هذه الجهود سويا؟ شوفيني يا استاذه، احنا تواصلنا مع مفوضيه المجتمع المدني بصفتنا ان احنا منظمه، ان احنا لازم اجباري ان احنا نتواصلوا مع مفوضيه المجتمع المدني باش نخدموا الشغل. تواصلنا مع مفوضيه المجتمع المدني وكان اقبالهم كويس ويشكروا فينا ويبوا يساهموا بالمنظمات الثانيه تخش معنا في الحمله هي. حاولنا ان احنا عندنا مجموعه من اطباء، عندنا مكتب انساني، احنا فصل المنظمه مديرين مكتب انساني. مكتب انساني هذا فصل مجموعه من الاطباء، مجموعه من المتطوعين، عدد اكثر من 500 شخص. هذم كلهم متطوعين للازمات والحملات. قسمنا دكاتره، لدكاتره كيف متخرجين من الجامعه من كليه الطب، ودكاتره كانوا منضمين مع المنظمه الدوليه لاهتمام بالشباب، وناس متطوعين. حاولنا ان احنا نحطهم في المكان الصحيح. انا ما نقولكش انا مثلا نفهم كل شيء في الحمله هي، ولا اننا احنا منظمه بنواجه فيروس كورونا بروحنا صعب، صعب جدا. ان احنا لازم صح نطلع افكار او خطه زمنيه نمشوا بها. شايف لذلك شندرنا حاولنا ان احنا نعطوا لوزاره الصحه، وفي مديرين مكتب يكون مكتب للمتطوعين. حاولنا احنا ندمجوا شباب مثلا لوزاره الصحه، ونساعدوا شباب لطبيب في بيتك، ونحطوا شباب في غرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا. مجموعة من المتطوعين ممكن حاطين فصل قريب 40 ولا 50 شخص. حاولنا احنا نوزعوا الشباب في عدة أماكن، بحيث انه هو الهدف الحقيقي ان احنا نفيدوا بلادنا. احنا مش الهدف ان احنا نديروا حملة ونبانوا. في النهاية كلها تقدر تطلع، تقدر تبخ، تقدر تعطي، هذا كله أمر مقدور عليه. المش مقدور عليه كيف احنا نديروا هيكلية، كيف نديروا خطة استراتيجية زمنية تمشينا مثلا في الأربع أسابيع ما، وتكون عندنا قوة بشرية احتياطية في حالة ان احنا البلاد أعلنت حالة النفير أو حالة الطوارئ القصوى. احنا يكون عندنا طاقم من الشباب يكون مسعف للحالة هي، احنا ما ندروش على اليامات قدامنا، واحنا نتفائلوا بالخير ان شاء الله باذن الله، لكن لازم يكون عندنا كأنه مخزون احتياطي مثلا للشباب يكونوا يطلعوا في الوقت المناسب. نعم، وخطط اخرى بديله اكثر طبعا على قد ما يتغير أكيد. هذا الوضع. خليك معي سيد احمد، خلينا نرجع للسيد اسماعيل.
الشتاوي. سيد إسماعيل، طبعا سمعنا منك عن المبادرة اللي حكينا عليها قبل شوي، مبادرة الخير والتحدي، وعملكم داخل ليبيا وأيضا خارج ليبيا بالنسبة للمهاجرين وكل كل ما تقومون به. نبي نسمع منك سيد إسماعيل أيضا، هل في تواصل بينكم وبين المنظمات اللي تعمل على الأرض؟ يعني قلت لي أنك تعمل بروحك، وفي طبعا أكيد شباب آخرين داخل ليبيا والناس اللي معك، بس في عمل مع منظمات أخرى؟ لا، أنا ما قلت لك شو نعمل بروحي. في ناس قلت لك، في السائقين هذا موجب احترامهم بارك الله فيهم، في العمال اللي نقلوا يحطوا في البضاعة بارك يعني مثلا شباب من نادي الأهلي وصلتنا كونتينر حاوية من نابولي، ماكينات قهوة، تعرفين انت الآن المقاهي والمطاعم كلها مقفلة. قلنا يلا خلنا نوزعوا على المستشفيات بتاع طرابلس وسبها وبنغازي، المستشفيات العامة 700 ماكينة بتاع قهوة صغيرة، يعني اللي يدير الإكسبريسو ويدير المكياتو، بدل ما الدكتور كان يمشي ولا يدور مقهى والمقاهي مقفلة، يعني حاجة لمسة ما قام بها. شبابك مشجعين ومحبين لنادي أهلي طرابلس، باعتبارني سابقا يعني أكيد كنت من ضمن أسرة هذا النادي، أتولوا هذه العملية، مشوا المستشفى الجلال، مستشفى القلب، المستشفى شرع الزاوية، وهكذا يعني. ففيه ناس يعني يد بروحها مستحيل تصفق يعني. نعم. طيب، نشكرك جزيل الشكر سيد إسماعيل الشتاوي، رجل أعمال وأيضا قام بهذه المبادرة، مبادرة الخير والتحدي اللي حكينا عليها قبل شوية، وأعمال التموين وأيضا عمل على النازحين اللي موجودين في الخارج والمهجرين، وتموين كامل أيضا للأسر الليبية الموجودة في ليبيا وخارجها. وهذا اللي نبو نحكو عليه ونسلط الضوء عليه في هذه الحلقة، هي هذه المبادرات التطوعية، المبادرات الشبابية الفردية، حتى من قبل سواء مؤسسات أو أشخاص أو رجال أعمال مثل ما ذكرنا. نرجع للسيد أحمد الكاتب. سيد أحمد، أهلا بك مرة تانية. تقريبا لو نقدر نحصر عدد المتطوعين اليوم في هذه الحملة، قداش تقريبا متطوعين في الحملة اللي تبع المنظمة؟ تبع المنظمة أكيد مجموعة مجموعة كبيرة، ويكلموا فينا عندنا أكثر من شباب يكلموا فينا ومتواصلين، وإحنا مديرين أبليكيشن على الصفحة إن هم يعبوا في طريقة العضوية وطريقة التطوع وكيف يكلموا الناس ونتواصلوا معهم. مجموعة كبيرة كبيرة كبيرة، قصدي ممكن نقول كأنه مش في طرابلس بس، هذا اللي نبي نسمع. في تونس نخدمه، في تونس ونخدمه في مصر والجزائر، وعندنا متطوعين من الجزائر والمغرب، لكن احنا تو احنا كمنظمه شبابيه ليبيه ان احنا سلطنا ضوء اكثر، لان احنا نبغى نخدموا بلادنا الحق، انت نخدموا في بلادنا، وهذه حاجه تشرف انها تكون ويسالوا فينا الناس علاش انتم منظمه دوليه. احنا كان حلمنا بدايه ان احنا منظمه ليبيه دوليه، وفعلا الحمد لله في الوقت هذا ولت ان بدا يتحقق حلمنا ان احنا ولت طالعه من ليبيا منظمه شباب ليبيين وطالعه دوليه تخدم حتى البرة. لكن عدد المتطوعين مجموعة كبيرة، ما نقدرش نحصرها لك بالضبط، لكن عندنا مجموعة هلبة. لكن في نفس الوقت احنا كشباب ولا كمجلس إدارة ما نقدروش احنا نحط الشباب كلهم نقولهم تفضلوا تطوعوا واطلعوا للشارع ونحطهم قدام عدو. بهي كيف مأمنين؟ نعم، كيف مأمنين هؤلاء الشباب اللي اليوم يطلعوا للشارع؟ احنا قبل ما نطلع اي حملة لازم تكون الشباب اللي نقدروا عليه واللي نقدروا عليه احنا مجهودات المنظمة ومجهودات الناس أصحاب الخير، إن إحنا نحاولوا إن الشاب اللي يطلع يحاول إن هو يكون لابس لبس البيضة التامة ولابس القفازات ولابس الكمامة، ويكون عنده أكثر شيء أمان ليه، لأن إحنا يهمنا الشاب، لأن إحنا منظمة دولية للاهتمام بالشباب. لو إحنا ما وفرناش الحاجات هذه للشباب شو بيكون ممكن بيطلع حكي ما بيطلع شكي، ونحاولوا نساعده في الحاجات أيها مثلاً وقتكش مش إجباري إحنا إن إحنا نعطوا الشباب كلهم البدلة البيضة، لكن نحاولوا إن إحنا نحطه في كل حد في مكانه ونحاولوا إنه هو يطلع ويفيد الشباب. بعد ما كملنا الحملة التطوعية التوعوية، شوف بعد ما كملنا الحملة التوعوية جت خطتنا إن إحنا الخطة اللي بعدها والأسبوع اللي بعدها اللي هو الأسبوع اللي فات هو الأسبوع اللي إحنا فيه اللي بدأنا اللي دخلت فيه الكورونا يعني. نعم اللي هو أسبوع هذا واللي فات وممكن يجي تكون إنها تكون حملات، لأن في ناس ما عندهمش الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وما يتفرجوش على التلفزيون، نلقوا فيهم في الشارع غالبا مشان لهم في الماكينات السحب، وللأسف الناس كلها
متلخبطة في بعضها وما عندهمش كمامات وما عندهمش قفازات وما عندهمش الحاجات هذه. درنا الستيكر نتاع اللصقه نتاع اوقف هنا ولصقناهم في كل ماكينه، اغلب الماكينات في طرابلس كل واحد ياخذ مسافه اكثر من متر او متر ونص، واعطينا لكل الشباب الموجودين غادي في الماكينات الصاحب ان اعطيناهم قفازات وكمامات وتعقيم الماكينه بالكامل. ومشينا لاكثر من مصارف واستهدفنا التجمعات اللي هم الكوش واي تجمع كبير والاسواق، مشان لهم حاولنا نفهموا الناس بطريقه في بدال ما كنا نفهموا فيهم في الفيديوهات، فهمناهم يكون مباشر حتى نحن هدرزنا مع الناس ودوينا لهم راه الشيء هذا خطير، لازم احنا نكونوا يد واحده ولازم احنا نوقفوا مع بعضنا لاجل عائلتك وناسك واسرتك وحوشك وليبيا، لازم تاخذ الحذر من هذا. في ناس كانوا متجاوبين معنا، اغلب الناس متجاوبين 100% وشجعونا ان احنا نزيدوا نكملوا. في ناس عطيناهم حتى جوانتي دس في جيبه وقال لك انا نعرف نحمي نفسي ما تفهمنيش، وبالعكس كانت هذه حاجه خذناها بالحاجه الكويسه وبالضحكه وشجعت حتى هي الشباب. بعدين انتقلنا للحملات الثانيه، الحملات الثانيه اللي هي الاماكن النازحين. ايه خلينا نحكوا اكثر على الجانب هذا، على الجانب الارض، لانه هذا جانب جدا مهم. الجانب هذا احنا نشبحوا فيه ان هم اخوتنا وناسنا وصحابنا وان هم كأن عائلتنا. أنت تقولي في مكان فصل عائلين فصل 30 او 40 عائله، قصدي بتقول العدد لا باس به عدد كبير، والعدد الكبير هذا بيكون في دار صغيره ولا في مكان بيكون مش 100% مش مستريح. احنا في حياشنا مستريحين في حياشنا ونخافوا واخذين مثل الحجر ونخافوا من موضوع كورونا، ما بالك العائلات هما النازحين ولا ماكل النازحين. باهي شن كان عملكم، شن كان دوركم في مساعدة هؤلاء العائلات أو هذه العائلات؟ احنا مشينا، احنا كخطوة الأولى مشينا لفندق نادي اتحاد. مشينا فندق نادي اتحاد فصل قريب 40 عائلة، 40 عائلة وعندهم هلبة عائلات معناتها بصغارهم وبناسهم، 40 عائلة معناتها مجموعة من الناس. مشينا غادي رفعنا بكوات وحطنا فيهم الجوانتيات والقفازات والسترات، ومشان كيف نفهمك في المكان هذا مديرين زي الجروبات كل يوم ينظف في المكان، ممكن كل يوم يطلعوا 6 أنفار يعقموا المبنى هو. مشان احنا بالمجموعه يعقمنا المبنى هو واعطينا حاجات يعقموا بها الناس، واعطينا اللبسات البيضاء، انا ما نعرفش اسمهم بالضبط لاني مش دكتور ولا مش قاري الحاجه، يا اعطيناهم اللبسه البيضاء واعطيناهم اللبسه السماويه والجوانتيات وكل شيء، بحيث انه هو امتى يقولوا مثلا اليوم بيطلعوا 6 بيعقموا المكان هذا ما يضرش راحه وما يضرش المبنى اللي هو فيه، لان الشيء هذا التجمع يعتبر تجمع، انت تقول 40 عائله في مكان واحد هذا نشبحوا فيه تجمع هذا، لازم احنا نساعدوهم كيف يحموا روحهم، ولازم كل نشبه فيها كل مثلا كل اللي نقدر عليه يوم بعد يوم او اسبوع ان احنا نمشي نعقموا المكان هذا. دايرين فريق للتعقيم وفريق للتطوعي وفريق طبي وفريق خدمي، بحيث ان احنا درنا زي الهيكليه بسيطه تخدم بها المنظمه والمتطوعين، وربطنا مع جهات ممكن جهات بسيطه، واغلب الخدمه اللي نشبهوا الخدمه لخدمتها المنظمه خدمه كلها من مجهودات ذاتيه، لان كل واحد تو قبل موضوع كورونا كنا نربطه مع شركات ان هي تساعد فينا في عمل المنظمه، والان كل واحد شو بنقول كل واحد لاهي بروحه، حيث ان الشركه هذيك هي تبي تخدم الخدمه هي والمنظمه هذيك هي اللي تبي تخدم الخدمه هي، بحيث ان احنا اصبحنا كل المنظمات وكل الشركات اللي هو يبي ينظف واللي هو يبي يعقم واللي هو يبي يوعي واللي هو مع الاسف ان هذا شنو بيدير، بنخدمه كلنا مع بعضنا بندهش وبنتعبه وبنقعمزه وبنخلوا المساحه مفتوحه للفيروس والناس بتفشل. هذا علاش احنا درنا قوه من شباب طيب. قوة بشرية. خليك معايا سيد أحمد، نبي نرجع معك لنقطة الدعم هذا، لأنه نعتقد بأن هذا هو المطلوب حتى في المرحلة الحالية ليستكمل هذا العمل، سواء في أزمة كورونا أو في غيرها من الأزمات اللي موجودة في ليبيا. هنطلع بس فاصل وهنرجع مرة تانية، خليكم معنا. أهلا
أهلا بكم من جديد في هذا المساء. نستقبل معنا الآن في هذا الجزء من حلقتنا مشاهدينا السيد الطاهر المهدي النغنوغي، مهتم بالتبرعات الخيرية في المنطقة الجنوبية، أيضا معنا عبر الهاتف. سيد الطاهر أهلا وسهلا بك في هذا المساء. أهلا وسهلا بك بكل متابعيكم الكرام إن شاء الله. نعم شكرا لك. بداية سيد الطاهر، في أعمال كثيرة أيضا تتم في المنطقة الجنوبية، ممكن تحكينا عن الدور اللي تقوموا به أيضا هناك جزء وفرد من مؤسسات المجتمع المدني؟ بالنسبة للمنطقة الجنوبية أو الجنوب الغربي في ليبيا، الأعمال الخيرية هي تعتبر في مواسم معينة. يعني إذا كان هناك على سبيل المثال حالات طارئة استجابة سريعة، فهي غير موجودة بشكل مستمر. فالآن تعتبر في نوع بسيط أو ضئيل جدا، يعني تختلف عن الحملات اللي في السنوات السابقة. طيب فهنا في فرق كبير شاسع. يعني طيب في اليوم في هذه الأزمة والاستجابة السريعة، كيف كان عملكم فيها؟ هو للأسف يعني الإنسان يخجل إن يعبر بالطريقة هذه، ولكن حاليا نحن في وضع استجابة بطيئة جدا. يعني لماذا؟ الآن واصلين مرحلة ليست استجابة بل تسمى استغاثة نوعا ما. حاليا المناطق الجنوبية تعاني من عدم توعية إعلامية، تعاني من عدم وجود كوادر طبية مدربة ومختصة بالوباء اللي حاليا يعاني منه العالم أجمع، مش ليبيا فقط يعني، بس حاليا يعاني من المواد التغذية الحقيقية اللي ممكن الإنسان يقدر يحافظ بها حتى على نفسه بالحجر الصحي داخل الحوش. الكارثة الأكبر من هيك والطامة الكبرى أن رغم الاستجابات أو رغم النداء اللي ينادي به سكان المناطق الجنوبية، ما فيش لا حياة لمن تنادي. يعني ما نعرفش شنو هي الأسباب الحقيقية اللي تخليهم ما يستجيبوش بالصورة الكبيرة نفس الصورة اللي يستجيبوا بها للمناطق الأخرى. يعني ما نعرفش هذا ضعف. سيد طاهر، ذكرت بأن هناك لجان أزمة تكونت خلال هذه الأزمة، كيف عمل هذه اللجان؟ لجان الأزمة تكونت في كل البلديات في ليبيا. يعني أصبحت كان قانون تشريعي، يعني كل مجلس بلدي بيكون عنده لجنة أزمة طبعاً، وهذا تعودنا عليه أكيد. كيف عملها في هذه المناطق تحديداً؟ فقد الشيء لا يعطيه. لجنة أزمة ماذا ستقدم؟ لجنة أزمة هي عبارة عن أنها تستلم ميزانية من الجهة اللي شرعتها، هي اللي هو المجالس البلدية. هي أساس المجالس البلدية ما استلمتش القيم عند الآن. يعني لجنة الأزمة ما تعتبرش هي مكافحة للوباء فيروس كورونا، هي عبارة عن لجنة تصرف عليها أموال. هل ترون مردود؟ هل في مردود؟ في انعكاس لهذه الأموال؟ مستحيل. هو في الأوقات اللي كانت ما هيش حرجة ما فيش انعكاس، فما بالك في الأوقات الضيقة اللي تو احنا موجودين فيها. يعني حاليا لجان أزمة ما عندهاش حتى خطط أو آلية عمل واضحة، يعني عبارة عن أرقام هواتف موجودة الجميع يتصل ولا توجد استجابة. طيب بالنسبة لمكافحة الأمراض، أيضا عملت كثيرا على طرابلس وعلى بنغازي وعلى مدن عديدة، وكان في حتى إرسال يعني أطباء للتدريب كادر طبي سواء في بنغازي أو في طرابلس، كان في يعني تبادل بيناتهم. بالنسبة للمناطق اللي في الجنوب، بالنسبة لمدن الجنوب، هل يحدث هذا؟ هو المسموع والمفترض أن يكون فيه من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن يكون برب على مستوى ليبيا، ولكن الكارثة أو الطامة الكبرى وين؟ أن أهل المناطق ما يعرفوش أن في كادر طبي تم تدريبه. يعني هذا بروحه نوع من العلق، نوع من الخوف. يعني أنا مثلا نبدأ قاعد في المنطقة الجنوبية، ما نعرفش هل أني عندي كادر طبي، من هو، وين يكون، وين مكانه بالتحديد، بحيث أني لو أنه خرجت علي أعراض فيروس كورونا بشان نمشي نتواجد عنده. يعني حاليا حتى اللي يكون عنده أعراض ما يعرفش وين يتوجه. هذيك الكارثة وين؟ هل أجهزة الكشف؟ المستشفيات موجود فيها أجهزة كشف، موجود فيها العزل، كل هذه الطرق لحتى يكتشف إذا كان في مريض أو لا، إذا كان حد جات أعراض أي إنفلونزا على سبيل المثال، كيف يكشف؟ حتى أماكن الحجر والعزل ما أعتقدش أنها بمواصفات المرغوبة أو اللي يشتغل بها العالم أجمع.
يعني كيف؟ هي كيف مواصفاتها؟ هي مبادرات من اهالي المناطق، من 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 روابط شبابيه، من مجالس اعيان الى اخره، ولكن مش من جهات حكوميه بعت التجهيزات تامه غادي. يعني العزل يكون في المكان الفلاني مثلا، الحجز الصحي في المكان الفلاني، حدد الجهات ولكن ما تمش العمل عليها بشكل كبير. هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان جهاز الكشف البي سي ار اللي يكون يتم عليه كشف ان في حاله فيروس كورونا او لا، قبل اسبوع من الان ما كانش موجود في المنطقه الجنوبيه اطلاقا بالكامل. كان موجود جهاز في الامداد الطبي في المركز في طرابلس على الاستعداد على انهم يبعثوه. هل انه وصل الجهاز غادي ما وصلش؟ هذيك اشكاليه. يعني 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 قبل اسبوع احنا ما نقدروش نكتشفوا ان عندنا حاله فيروس كورونا او لا، رغم ان الحدود مفتوحه للمهاجرين غير شرعيين، الحدود مفتوحه للناس اللي ترجع من الجزائر الى ليبيا طبعًا. بحكم ان تونس مصابه بالوباء. طيب من يتواصل مع الدوله في هذا الامر؟ من يتواصل مع وزاره الصحه على سبيل المثال؟ هو الجميع يتواصل. يعني ابسط الاحيان كان عندي تواصل مباشر مع امر البوابه المنطقه الحدوديه إيسين اللي هي غات الجزائر، ما كانش عندهم حتى جهاز كشف حراري. بينما لما تواصلنا مع وزارة الصحة، الوزارة قالوا لا، المركز الوطني مدهم بجهاز كشف وعندهم فريق. طلعنا من القصة هذه بعد نص ساعة، اتصلنا بأمر بوابة نفسه قال أنا موجود في البوابة ما فيش منا كلام. هذا هذه إشكالية، ما نعرفش الخلل وين. عندهم دائرة مفقودة يجب أنهم يكتشفوها. يعني أنت تسلم أجهزة وما تعرفش وصلت أو لا، فهذه كارثة. معناته أنت الوباء مفتوح عندك من جهة تانية، ما عالجتش أي مشكلة. فاحنا نعانوا من إشكالية ان الوزارات تعمل وكانها منظمات مجتمع مدني للاسف. يعني حاليا منظمات المجتمع المدني الموجوده في الجنوب واخذ مسؤوليه اجتماعيه على عاتقها اكثر من الجهات الحكوميه نفسها. نعم، هذا اللي نبي نسالك عليه. تو الان يعني تقريبا 500 الف نسمه ممكن موجودين في مناطق الجنوب بشكل عام. كيف عمل المراكز والكادر الطبي والمستشفيات؟ يعني تقريبا قداش عددهم الان اذا حصرنا، وما هي الامكانيات اللي عندهم؟ هو مش حنقدر نحصره بما ان الامكانيات غير موجوده. اذا كانت الامكانيات موجوده تقدر تحصل لان العدد بيتواجد كامل. لكن حاليا الاعداد غير متوفره. في اطباء يتناوبوا التناوب العادي الطبيعي جدا، الامكانيات اللي هي من قبل غير موجوده، فما بالك الان اللي لين فتره ما اعتقدش انها مشت. في شحنه ماشيه قبل حوالي اسبوع، مش عارف الامداد وزعها على المستشفيات او لا، ولكن مش بالتواجد الحقيقي الفعلي اللي يقدروا يقابلوا به انتشار وباء لا قدر الله او انطلاق حتى حال. حاليا حتى نفسيه الناس لو انه يكتشفوا حالتين ثلاثه ويتم عرضهم رسميا ان هذين اصابوا بفيروس كورونا راح حتصبح كارثه. ما عندناش باش نلاقيوا بالليبي. طيب قلت لي بانه عمل مؤسسات المجتمع المدني اليوم هو اصبح شبه بعمل الوزارات، لانه لقيتوا رواحكم يعني لوحدكم تقومون بكل هذا الدور المنوط بالدوله اساسا. طيب ما الذي قمتم به الى حد هذه اللحظه كمؤسسات مجتمع مدني في المساعده ربما في هذه الازمه؟ ناخذ في بعض نعطيك مثال بعض المناطق. هو مثلا عندنا منطقة القطرون فيها نادي الحوار والمناظرة مع بعض المنظمات الثانية، شكلوا فريق للجنة الأزمة وأدوا تواجدوا منهم اللي في المنطقة الحدودية موجودين غادي بالكمبيوتر نتاعهم بالعدة بجهاز الحرارة الزئبقي باش يحاولوا أنهم يقيسوا به. داروا استعداد كفريق عمل بينما إمكانيات غير موجودة. بالنسبة لباري كان عندنا في رابطة الشباب وباري مع بعض المنظمات حتى هي كانوا يعقموا في بعض المؤسسات داخل المنطقة، ولكن هذا مش حيستمر فترة طويلة. يعني المواد التعقيم حتنتهي، الكمامات والملابس اللي هي المانعة العدوى حتستعمل في كل مرة وحتنحذف وبتم منهم في أسبوع، فهذا كله يعتبر شيء مؤقت. يعني عبارة عن إرضاء نفسي فقط. نعم. يعني بعد أسبوع تنتهي المواد هذه، ما عندهمش ما يقدموا. سنحاول أن نتواصل معك أكثر سيد طاهر على هذا الموضوع، وإن شاء الله تكون وصلت هذه الرسالة، لأنه عارفين الوضع كيف يكون في المنطقة الجنوبية بالكامل. بس هنحكوا أكثر في هذا الموضوع أكيد في حلقات ثانية، وهنركزوا على الإهمال اللي صاير لهذه المدن وهذه المناطق الليبية. نرجع لأحمد الكاتب بس في كلمة أخيرة. سيد أحمد أهلا بك مرة ثانية. بس اليوم بإيجاز، من
وكيف يتم دعمكم في هذه المؤسسات؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أحمد الكاتب، لحين يتصلوا بي بس مرة ثانية. كان يحكي معنا توا السيد طاهر المهدي نغنوغي عن الوضع في المنطقة الجنوبية، عن النقص اللي صاير في المستشفيات بشكل عام هناك، عن أنه ما فيش جهاز، لا جهاز كشف لا عزل صحي، وأنه في صراع حتى على العزل الصحي بشكل عام، ما فيش تواصل ما بينهم ما بين وزارة الصحة، وما فيش اهتمام يبدو بالجنوب بشكل عام. عموما ممكن يكون رجع معنا أو لا توا السيد أحمد الكاتب معنا ولا السيد أحمد؟ نعم نسمع فيك. نعم بس نعم أيوة. بس لوقت الحلقة كنت نبي نسألك عن الدعم اللي تطلبوه اليوم حتى تقدروا تستمروا في هذا العمل، وممكن يكبر العمل أكثر في الفترة القادمة، بس بإيجاز. احنا نتمنى من رجال الأعمال أو مؤسسات الدولة أو أي شخص يبي يدعم الشباب أو يدعم الشباب في شغل، إنه هو شغل بلاده، قصدي مش شغل بناخذوه وبنخدمه في مكان ثاني. ويا سيدي ما يعطيناش فيدنا، احنا يجي يعطي الشيء ويتبع وين ماشي الشغل هذا ولا كيف ندار. كل ما نحصلوا دعم اكثركم احنا نقدروا ننزلوا على الارض اكثر. نعم فهمتيني استاذ. اكيد. ويتفضل المنظمه قدامه واجراء الاجراء اللي بيه هو احنا نديروه له، ويحاول يدعمنا باي شيء بالكمامات. ربي يوفقكم. نعم وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. احمد الكاتب تبرع قبلنا وسعد. نعم شكرا جزيلا لك أحمد الكاتب رئيس المنظمة الدولية للاهتمام بالشباب على وجودك معنا في حلقة اليوم. نتمنى أن الرسالة هذه تكون وصلت ويتم مساعدة هذه الأشخاص. ممكن بس نبي ننهي بكلمة قالها طاهر قبل شوية بأنه للأسف ممكن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت بالنسبة للمنطقة الجنوبية وبالنسبة ربما لمدن أخرى في ليبيا أصبحت تقوم بدور الوزارات، يجب الاهتمام بهذا الجانب أكيد، وهنناقشوا موضوع أو اهتمام الدولة ووزارة الصحة ومكافحة الأمراض فيما يحدث اليوم في ليبيا في حلقات قادمة بإذن الله من هذا المساء. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله. مع السلامة.